السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نحاول نديرو الدرس ديال حساب التكامل. كيف ما كنعرفوا بان حساب او الدول او الدرس ديال الدول الاصليه هو تمهيد لهذا الدرس ديال حساب التكامل، وكيف ما كنعرفوا ان الدرس ديال الحساب او حساب الدول الاصليه عنده علاقه بالدرس ديال الاشتقاق، مفهوم؟ حيت كيف ما كنعرفوا، نفترض انني كانت عندي واحد الفونكسيون اف ندير اللي درتها المشتقه ديالي هي اف بريم، اف بريم الداله الاصليه اللي هي اف، مفهوم؟ هنا فين كاين دابا هادشي؟ علاش كنلعبوا يعني الفرق ما بين اف و اف بريم؟ كنلعبوا عليها نفس القضيه ديال التكامل. التكامل عوض كنجبد الداله الاصليه ديال واحد الفونكسيون كيلكونك، هنا كنولي كنحسب الداله الاصليه في واحد المجال، مفهوم؟ يعني كنولي كيعطوني مجال كنحاول نلقى فيه الداله الاصليه في هذاك المجال بالضبط، مفهوم الشباب؟ دونك ندير واحد المهم تذكير بسيط، ولا المهم دي حسب الدول الاصليه. كيف ما كنعرفوا اذا كانت اف، نقول ان اف، المهم نعتبر ان اف داله معرفه على واحد المجال ياك، كنقولوا بان غرونت اف داله اصليه للداله اصليه الداله اف لاف تي اف، مفهوم؟ المجال اي ياك. اذا كان حيتاش دابا غنبقاو نخدموا بالمجال على اي، مفهوم؟ على المجال اي، اذا كانت هاد غرونت اف قابلة للاشتقاق على اي، مفهوم؟ وكنكتبوا هادشي ديجا شفناه في الدرس ديال حساب الدول الاصليه، وكنكتبوا اف بريم غونت اف بريم دو اكس كتساوي ليا بتيت اف دو اكس. يا الشباب هادشي ديجا شفناه. نديرو نفس المثال اللي درنا في الدرس اللي فات، يعني ناخذ جي دي اكس كتساوي ليا اكس او كاري، كنعرفوا بان هاد جي معرفه على اغ ياك، يعني حيتاش داله حدوديه، اكس كاري راه الشكل ديالها مهم راه معرفه ليا على اغ، ما عليناش. نعتبروا ان كون جي هي الداله الاصليه ديالها، داله اصليه للجي ياك، يعني بطبيعة الحال دالة أصلية لجي على إغ كاملة، على إغ ياك، وكتكتبيها على شكل أش. دونك جي دي إكس كيف ما كنعرفو على الشكل، هاد الشكل هذا راه شفناه، يعني إكس على بويسونس إن. دونك كونت جي دي إكس هتكتب لي على شكل إكس أوس تروا أن سيغ تروا، مفهوم؟ هادي راه ديجا شفناها، بليس واحد لا كونستونت، هادي راه مهمة الشباب ياك. هاكا كتكتب لي كونت جي. دونك هاد الجي باش نقول بانها راه قابل او داله اصليه للجي، نتحقق كيف ما قلنا انا خص تحقق لي هاد الشرط هذا اللي هو اف بريم كتساوي ليا اف، يعني دونك جي بريم غون جي بريم خص تحقق لي انها كتساوي ليا بتيت جي. دونك ندير هذه الاشتقاق، تعطيني ليا تنزل لي 3 مع 3 مضروبه في اكس كاري، حيتاش بويسونس 3 تنقص ليها واحد تبقى لي بلس سي بريم المشتقه ديالها هادي كونستونت، يعني تعطيني ليا تساوي ليا زيرو، يبقى ليا 3 سوغ 3 تعطيني 1، يعني غتبقى ليا اكزاكتومون ليا اكس كاري، دونك ستادير هي جي دي اكس، مفهوم الشباب؟ بحال هاد العجب هذا، ناخدو مثال اخر، هذا غير كتذكير بسيط ياك، ناخدو واحد اش دي اكس كتساوي ليا 1 سوغ 1 بلس اكس كاري، هادي الدالة الأصلية ديالها كيف ما كنعرفو اللي هو لارك تونجونت، لارك تونجونت دو اكس، حيت لارك تونجونت دو اكس هادي هو نقولوا اش غونت اش دو اكس بلس واحد لا كونستونت ياك. باش نتحقق كندير غونت اش ندير لها المشتقه ديالها تعطيني ليا، ندير لارك تونجونت دو اكس بلس لا كونستونت ندير لهم المشتقه، الاشتقاق ديال لارك تونجونت كيف ما كنعرفوا اللي هو 1 سو 1 بلس اكس كاري، ولا كونستونت كتعطيني ديريكتومون اللي هي 0، تبقى لي ديريكتومون اللي هي اش، مفهوم الشباب؟ دونك هادشي هو اللي كاين. على فكره هاد الدول الاصليه او هاد المهم كيف ما كنقولوا بان هاد اش هادي تقبل داله اصليه اللي هي كونتاج، فهي راه داله وحيده، مفهوم؟
هاد لا وحيده، حيتاش كاين هاد لونيسيتي ديال لي زانتيغال او ديال لي بريميتيف، مفهوم؟ يعني الداله الاصليه كتكون وحيده، ما كاينش، راه كاين البرهان ديالها، ما كاين حتى شي اشكال، غير هادي ما كيانسيستيوش عليها في البروغرام، مفهوم الشباب؟ دونك دوزو شي امور اللي هما واضحين شويه. دونك الا خدينا واحد المثال، يعني قال لك اسيدي حدي الداله الاصليه، هذه الداله الاصليه لواحد فونكسيون اف دو اكس اللي كتساوي ليا اكس سيغ 1 بلس اكس كاري، ياك؟ كيف ما كنعرفو هذه غونت اف دو اكس تكتب ليا على شكل ديريكتومون، بون هذه هي. دونك الا ضربت في ان دومي، ياك، وضربت في دو الفوق، هي نفسها ضربت في دو قسمت على دو، ياك، دو الفوق ودو التحت، ياك، هاد فونكسيون اف ضربت دو الفوق ودو التحت، هادي تيت اف، ياك الشباب. دونك هادي عبارة عن عبارة عن فونكسيون لوغاريتم، يعني ال ان دو اكس، كيف ما كنعرفو ال ان دو اكس المشتقة ديالها هي ان سوغ اكس، ياك. و الا كانت ال ان ديال واحد فونكسيون اف درت ليها المشتقة ديالها، اش كندير؟ كندير اف هاد اللي داخل كندير ليها المشتقة ديالها على اف ديريكت، مفهوم؟ دونك الا اعتبرت هذه هي اف، الالين ديال ام، الالين ديال ام بلس اكس كاري شنو هي المشتقة ديالها؟ كندير هذه الاشتقاق ديالها، يعني اف بريم ام بلس اكس كاري بريم سيغ ام بلس اكس كاري، ياك، هذه المشتقة ديالها شنو هي؟ واحد زيرو اكس كاري المشتقة ديالها اللي هي دوز اكس سيغ ام بلس اكس كاري، مفهوم؟ اللي هي اكزاكتومون هذه، مفهوم الشباب؟ دونك غتساوي ليا ديريكتومون اللي هي 1 سيغ 2 توقع ليا على برا ln ديال اش ديال 1 بلس اكس كاري، دونك هادي هي غروند اف دو اكس، ياك الشباب، بلس واحد لا كونستونت، مفهوم الشباب؟ دونك باش نتحقق يكفي انني ندير المشتقة ديال هاد غروند اف ونوصل لاف صغيرة، ياك. نفترض ان سيدي قال لك احسب هاد الدالة الاصلية بحيث والتي تنعدم، نفترض انها تنعدم في لو ان، دونك الدالة الأصلية ديال هاديك اللي كتنعدم ليا في الأن والتي تنعدم، دونك اف تنعدم فاش في لو أن، مثال، هذا غير مثال باش نعرفو كيفاش نجبدو لي كونستونت، مفهوم الشباب؟ دونك كيف ما كنعرفو بأن اف كتكتب لي على هاد الشكل، ياك الشباب، شنو كتعني أنها كتنعدم في لو أن؟ يعني اف دو أن كتساوي ليا زيرو، ياك، كنمشي نعوض اكس في مبنى الاكس نعوضها بلو أن. دونك سي كو ايكيفالون، نعوض داكشي اللي كتساوي ليا اف هي ان دومي ال ان دو ان بلس اكس كاري اكس نعوضها بلو ان، يعني هي ان بلس ان بلس لا كونستونت اللي غتساوي ليا كيف ما قلنا بانها كتساوي ليا زيرو، ياك. دونك سي كو ايكيفالون، بون هي ان دومي ال ان ديال دو، ياك، بلس لا كونستونت كتساوي ليا زيرو، ياك الشباب، سو كي ايكيفالون لا كونستونت غادي تساوي ليا هي ديريكتومون موان زان دومي ال ان دو دو، هاد ان دومي ممكن لي ندخلها، ما عندي فيها حتى شي اشكال، هي موان ال ان ديال لو راسين دو دو، ياك الشباب. كيف باش درت ليها؟ كيف ما كنعرفو ان ال ان دو اكس كتساوي ليا اللي هي ال ان دو اكس على بويسونس ان، ياك، وهنا عندي ان دومي، دخلت ان دومي في البويسونس ديال دو، وكيف ما كنعرفو اكس على بويسونس ان دومي كيعطيني هو لو راسين دو اكس، ياك، نفس القاعده تاعنا، مفهوم الشباب؟ دابا لقيت لا كونستونت، لا كونستونت كتساوي ليا ال ان ديال راسين دو دو، ولكن ال ان دو راسين دو دو غير في هذه الحاله، يعني كتنعدم لي، اللي كتحقق لي هذا الشرط هذا اللي عطاوني انها كتنعدم لي في لو ان، هادو كتسمى الشروط البدئيه، حيت هاد لي كونستونت هادو كيتعتبروا كشروط بدئيه على حسب كل اكزرسيس، يعني ماشي شي قاعده عامه انني باش نلقى الكونستونت يعني كتكون واحد وحده على حسب ليكزيرسيس على حسب داكشي اللي عطاوك في السؤال. دونك اف دو اكس كتكتب لي على شكل ان دومي ال ان ديال ان بلس اكس كاري بلس لا كونستانت بلس لا كونستانت كتساوي لي موان ال ان دو راسين دو دو، مفهوم؟ واحد الخاصيه نقدروا نقبلوها، ان كل داله متصله على واحد المجال اي متصلة على اي فإنها تقبل دالة أصلية،
مفهوم على نفس المجال هذا قدر نقبلوها، يعني باش يقول لك سيدي بين بان واحد الداله انها تقبل الداله اصليه، يكفي تقول ليه انها داله متصله على ذاك المجال. مفهوم الشباب؟ في حاله عامه يمكن دابا نديروا واحد ملخص بسيط على حساب الدول الاصليه كتذكير. دونك في حاله ناخذ دابا هذه الداله والداله الاصليه ديالها، ياك بون نفترض ان الداله كانت كتساوي ليا، المهم الداله اف كانت كتساوي لي واحد ا واحد لا كونستانت ديال كتجي بديه الداله الاصليه ديالها. شنو هي الداله الاصليه ديالها؟ كتكتب ليها على شكل ا اكس بلس سي، مفهوم؟ هذه هي كتسمى الداله الاصليه ديال ا واحد الكونستانت، مفهوم؟ نفترض كانت عندي اكس، راه هي اكس او كاري بلس او اكس او كاري سور 2 بلس واحد لا كونستانت، مفهوم؟ كانت عندي واحد اكس على بريسونس الفا كان ردها، هادشي راه ديجا شفناها الشباب ياك، كتساوي اكس على بريسونس الفا بلس 1 سور الفا بلس 1، مفهوم الشباب؟ والفا بحيث الفا خصو يكون كيخير في ليا ناقص واحد، مفهوم؟ معليناش هادشي غادي نحاول نفونسيو فيه شويه. دونك نفترض انه كانت عندي واحد فونكسيون اف بريم فوا اف على بريسونس الفا كتعطيني ديريكتومون اللي هي اف على بريسونس الفا بلس 1 سور الفا بلس 1 بلس سي، مفهوم؟ بحيث الفا بطبيعه الحال كيكون كيغالف ليا موانزا، مفهوم الشباب؟ هادو كيتحفظوا يا كيف ما كنعرفوها ديجا بان اف المشتقه ديالها راه هي اف فوا كانت اف على بريسونس واحد ان، هادشي ديجا شفناه الشباب. دونك كانت عندي واحد اف على بريسونس واحد ان المشتقه ديالها اللي هي كنزل هاد ان وكنضرب في اف في ان كنقص واحد وكنضرب في اف بريم اللي هي نفس القضيه. نفترض انه كانت عندي اف على بريسونس الفا بلس 1، ياك اش تعطيني؟ كنزل هاد الفا بلس 1 مضروبه في اف في البريسونس كنقص منه واحد الفا بلس 1 ناقص واحد تعطيني اللي هي الفا فوا اف بريم، مفهوم الشباب؟ يعني اللي هي ديريكتومون اللي هي دي. غير الا قسمت على ندي هاد الفا بلس 1 سوي لتحت تعطيني ديريكتومون اللي هي داكشي اللي بغينا، مفهوم الشباب؟ و بلس واحد لا كونستانت ديال المشتقه ديالها كيعطيني زيرو، كيف ما قلنا لي كونستانت كيتعلقوا بالحالات البدئيه ديال كل اكزرسيس، مفهوم الشباب؟ دونك الا كانت عندي واحد ان سور اكس المشتقه ديالها اللي هي او الداله الاصليه ديالها اللي هي ln دو اكس بلس واحد لا كونستانت سي، مفهوم؟ نفترض كانت عندي واحد اف بريم سور اف المشتقه ديالها اللي هي ln دو اف بلس واحد لا كونستانت، مفهوم؟ نفترض كانت عندي واحد اف بريم سور ان بلس اف كاري، هادي كيفاش دايره الشباب؟ فونكسيون اف بريم سور ان بلس اف الدالة الاصلية ديالها اللي هي شنو هي؟ لارك طونجونت، ياك لارك طونجونت ديال اش؟ ديال اف ديريكت، حيتاش لارك طونجونت المشتقة ديالها اللي هي لارك طونجونت المشتقة ديال اف كتساوي ليها، كندير كانت عندي اكس هي ان سور ان بلس اكس كاري، ياك هنا عندي اف كندير اف كاري، ولكن اف نخلي اف الفوق نخلي الفوق خاوي، لا ميمكنش، القاعده كتقول بانني كندير اف المشتقه ديالها الفوق، مفهوم؟ يعني اف بريم سور ان بلس اف كاري اللي هي هذه، دونك المشتقه ديال الداله الاصليه ديالها اللي هي لارك طونجون ديال اف بلس واحد لا كونستانت، مفهوم الشباب؟ نفترض كان عندي ليكسبونونسيال ولا داك العجب، كيف ما كنعرفوا ليكسبونونسيال هو اسهل داله اني يعني نلقى الداله الاصليه ديالها، مفهوم؟ نفترض كانت عندي واحد اف بريم اكسبونونسيال ديال اف، ياك اف بريم اكسبونونسيال ديال اف راه باينه، يعني الداله الاصليه ديالها ليكسبونونسيال ديال اف، كيف ما كنعرفوا المشتقه ديال ليكسبونونسيال اف كنزل اف كنديرها المشتقه وكنضرب في ليكسبونونسيال ديال اف نفسها كتبقى هي بلوس واحد لا كونستانت، مفهوم الشباب؟ دونك ممكن ناخذ دابا واحد المثال او امثله، هذا راه غير تذكير للدوال الاصليه، ياك خدينا واحد اف دو اكس كتساوي ليكسبونسيال ديال اكس سور ان بلوس اكس او ان بلوس اكسبونسيال ديال دوز اكس، مفهوم؟ هادي كيفاش كتبان ليا؟ كتبان ليا على شكل ديال اف بريم، ها هي اف بريم على 1 سور اف كاري، ها هي دونك اكسبونسيال ديال 2 اكس شنو هي؟ اللي هي اكسبونسيال دو اكس لو تو كاري، دونك اف دو اكس كتساوي ليا اكسبونسيال اكس اللي هي نفسها
ديال اش ديال ان بلس اش اكسبونسيال اكس لو تو كاري ياك. هادي على شكل الدالة هادي، الدالة الأصلية ديالها شنو كنقولو؟ بأن قلنا بأن اللي هي لارك تونجونت ياك، هي لارك تونجونت. دونك الدالة الأصلية كروند اف دو اكس كتساوي ليا ديريكتومون اللي هو لارك تونجونت ديال ليكسبونونسيال ديال اكس بلوس واحد لا كونستانت. فهم خدينا واحد جد اكس كتساوي ان سور اكس ln دو اكس ياك الشباب. دونك هادي كيفاش غادي نلقى الدالة الأصلية ديالها؟ دونك كيف ما كنعرفو بأن هادي هي ان سور واحد الفونكسيون، و ان سور فونكسيون اللي هي ln، ولكن ln بون ln ديال واحد الـ f المشتقة ديالها اللي هي f بريم سور f ياك. هنا عندي f، هادي درت ليها الاشتقاق باش نلقى الفوقانية، زعما واش كتحقق ليا؟ درت ليها المشتقة غنخرج بشي عجب ما لها وما لونها، ما لونها يعني غادي نديرونجها. الا فكرت واحد شويه غادي نحاول انني الا طلعت هاد اكس لفوق، دونك هاد ان سور اكس لا حاولت طلعت لفوق، مفهوم؟ دونك هاد ان سور اكس طلعت لفوق شنو غادي يخرج ليا؟ دونك جي اكس كتساوي ليا ان سور اكس فوا ال ان دو اكس اللي هي نفسها ياك. دونك A فوا 1 سور B يمكن لي نطلع الفوق ياك ياك الشباب. دونك هاد إيه هاد 1 سور إكس طلعت الفوق، هي 1 سور إكس سور ln دو إكس، راه هي نفسها نفسها الشباب. دونك هنا يمكن نقول نقدر نقول بأن هادي عبارة عن مشتقة ديال ln، فهم؟ حيتاش كيف ما كنعرفو ln ديال ln دو اكس شغي يساوي ليا، هادي عبارة عن اف ياك، المشتقة ديالها كندير الاشتقاق ديالها ديال الداخل اللي هي المشتقة ديال ln، هادي راه ln دو ln ياك، المشتقة ديال ln اللي هي ان سور اكس كنديرها الفوق سيغ لتحت، شغندير نحط اف كيف ما قلنا في القاعدة كنحط اف او ln دو اكس، مفهوم؟ اللي هي اكزاكتومون هادي. دونك ومن هون نقدر نقول بأن كروند جي دو اكس كتساوي ليا ديريكتومون اللي هو ln ديال ln دو اكس بلس واحد لا كونستانت، مفهوم؟ الا حاولنا باش باش نحط الامور لحقها بطريقه خصني ندير لا فالور ابسولي، ما عليناش. ناخذ مثال اخر. بون الا خدينا واحد اش دو اكس كتساوي ليا 1 سور اكس بلس اكس ln مربع ديال اكس ياك. هاد ان سور اكس بلس ln دو اكس كاري ln كاري دو ln بون ان سور اكس بلس اكس ln كاري دو اكس، هادي صعيبة صراحة باش نلقى الدالة الأصلية ديالها، ولكن غنحاول نبسطها شوية باش تبان ليا. إلا حاولت لتحت نعمل بإكس، هاهي إكس فاكتور ان بلس ln كاري ديال إكس ياك الشباب. هاني دروك عملت بإكس ان سور اكس، الى عملت به يمكن لي نطلع الفوق، هي هو ان سور اكس سور ان بلس ln مربع ديال اكس ياك الشباب. هادي كيفاش كتبان ليا هاد الداله هادي كامله؟ كتبان ليا على شكل المشتقه ديال لارك تونجونت، كيف ما شفنا في لارك تونجونت كتساوي ليا اف بريم سور ان بلس اف كاري ياك. حيتاش دابا اف هنا هي ln، هي ln كاري اف بريم ln بريم اللي هي ان سور اكس، دونك اكزاكتومون اللي هي لارك تونجونت. دونك يمكن لي نقول بان اش دو او كونت اش دو اكس كتساوي ليا اللي هي لارك تونجونت ديال اش ديال ln ديال اكس، مفهوم؟ حيت اللي درت ليها المشتقة ديال لارك تونجونت ديال ln اللي هي ديريكتومون المشتقة ديال ln اللي هي ان سور اكس كنديرها الفوق كنفتح الكسر سيغ ان بلوس ln مربع، مفهوم؟ اللي هي اف مربع، مفهوم الشباب؟ بلوس واحد لا كونستانت، مفهوم؟